السلام عليكم. في هذا الدرس راح نتعرف على الفور ايتش. طبعا الفور ايتش هو نوع اخر من اللوبينج او التكرار، بتعامل مع المصفوفات وله شكلين. الشكل الاول بتعامل مع الاندكس اري، والشكل الثاني بتعامل مع الاسيتيف اري. فهذا الدرس راح نشرحنا في الشكل اللي بتعامل مع الاندكس اري. طبعا السنتاكس تبعه كالتالي، بكتب هنا الداله اسمها الفور ايتش. تمام، الفور ايتش بتاخد حاجتين. الحاجه الاولى هي المصفوفه اللي انا بدي اعمل عمليه طباعه، واللي هي ايش اسمها array 1. تمام، طيب بكتب as، وبكتب بعدين ايش المصفوفه اللي راح تاخذ قيمه او حتاخذ item من الاري 1. تمام، حناخذ هنا ايش مثلا نسميها arr. تمام، طيب طبعا يعني زي ما شايفين الفور ايتش بتاخذ سايز معين، يعني زي ما عملناها في الفور لوب. في الفور لوب كنا نديها شرط اذا كان مثلا يعني الاي يعني اقل من الخمسة تعمل عملية ايش طباعة. اما هنا حسب عدد الايتم الموجودة عندي في الاري. مثلا هنا قديش عندي؟ خمسة، فهي حتلف خمس مرات، يعني انا بدون ما اديها سايز معين او عدد لفات معينة. تمام، طيب نيجي نعمل هنا ايكو، وهنا نديها نكتب هنا ايش ار. تمام، الار ار. تمام، بقول له دوت اللي هو ايش عمل لي ايش بريك. تمام، انا بهذا الشكل بقدر اطبع اللي هو الايتم الموجوده في الاري. تمام، طيب نيجي هنا ونعمل ريلود. نعمل ريلود، طبعا طبع لي اياهم كالتالي اللي هو الواحد ومحمد وعشرين البروجرامر والازهر، يعني زي ما طبعتهم بالفور ايتش. لكن الاسهل او الافضل انك تستخدم، يعني اذا انت ما كنتش عارف السايز لو حبيت تطبعها تطبع ايش بالفور ايتش. تمام، يعني هذا هو بالنسبة للدرس، يعني أكيد هو مش صعب. يعني لو أي مشاكل واجهتك ممكن تترك تعليق أسفل الفيديو وراح نجاوب عليك. نشوفكم الدرس القادم، والسلام عليكم.